مولاي يا رسول الله، وعلى بضعتك المظلومة المحرومة. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أحلما وكادت تموت السنن، أحلما وكادت تموت السنن لطول انتظارك يا ابن الحسن. وأوشك دين أبيك النبي يمحى ويرجع دين الوثن. مولاي وهذه رعايا تشكو إليك ما نالها من عظيم المحن، فمذ عمن الجور واستحكموا فمذ عمن الجور واستحكموا بأموالنا واستباحوا الوطن. شخصنا إليك بأبصارنا شخوص الغريق مر السفن، وفيك استغثنا فإن لم تكن وفيك استغثنا فإن لم تكن مغيثا مجيرا، وإلا فمن أن تنسى مصائب آبائك التي هد من مادها مصاب النبي
وغصب الوصي وذبح الحسين وسمويا الحزن، لكن لا مثل يوم الطفوف في يوم نائبته في المحن يلي تناشدني عليه من تهمل العيا كل البكاء والنوح والحسرة على حب بقلبي يا أبا عبد الله، حب بقلبي وتظهر بصبا دموعي يا ريت قبل ضلوعه رضت ضلوعي ومن قبل خدت عفرت مني الخد ابكي ابكي على مصافي كل صبح ومسي ابكي واساعد على البكا يا الزهر الزكية ما دام تنحب يا ضحايا يا الغاضرية يا حسين يا ابني ويا عزيز وقرة العين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. مراحل ثلاث تتعلق بشخصية الإنسان، هذه المراحل الثلاثة هي محورية الإنسان. إذا تمكنا من السيطرة على هذه المحاور الثلاثة في الإنسان تمكنا أن نوفر ذلك المناخ وذاك الجو الإيجابي الذي يكون الإنسان كما أراد الله تبارك وتعالى. المحاور البحث الليلة يحتاج إلى تركيز ويحتاج دقة بمقدار ما اليوم نقدر هذا البحث نهضمه ونحوله إلى واقع عملي في حياتنا بمقدار ما نكون نحن سواء كنا كآباء أمهات أولياء أمور شخصيات مؤثرة في المجتمع في البيئة في المحيط الاجتماعي أو بالنسبة إلى الذين هم يتلقون هذا التوجيه وهذا الترشيد. هذه العوامل الثلاث هي أولاً الأفكار، كل إنسان له فكر معين وهذا الفكر هو الذي يصنعه الإنسان، سواء أنت صنعت فكرك من تفكيرك من تأملك أو أنك استقيت هذا الفكر من الآخرين.
قبل ما يتحول الفكر إلى واقع عملي هنالك مطبخ، هذا المطبخ الفكري. الفكرة تأتي للإنسان، لذلك الصمت لا يسمى في الروايات بمعنى السكوت. الصمت المراد منه أن الإنسان لا يتحدث إلا بفكر، هذا المراد من الصمت. لما نقول إنسان مثلا، هذا إنسان صامت، مو يختلف عن الساكت، الساكت اللي ما يحكي، ولكن الصامت الإنسان الذي لا يحكي إلا بتفكر. فأكو هنالك من الناس تشوف حياتهم حتى في داخل البيت، تشوف هذا إنسان نظامي، مو نظامي إنه يحكم بالحديد والنار، أقصد نظامي بمعنى أن الأسرة تعرف أن هنالك ضوابط في داخل البيت. مثلا ما عندي، أنه بعض العوائل يتكلم يقول لك أنا ما عندي بنت تبقى خارج 9 أو خارج 10، أكثر من 10 خارج البيت. أنا ما عندي بنتي مثلا تطلع بالليل من هنا وهناك حتى إذا كان للجمعية. أنا ما عندي بنت تطلع وأنا ما أسألها. أقولها بالعوائل يقول أنا أثق ببنتي، مو قضية ثقة، هي مو أنه هذا اللي يسأل عن بنته ما عنده ثقة، أو هذا اللي مثلا ما يسأل عنده ثقة زايدة، لا، أكو نظام، أكو البيت إلا قدسية، العائلة الأسرة إلها نظام، مو كل واحد على كيفه، أي ساعة يدخل أي ساعة يطلع، أي شيء اللي في راسه يقصد يسوي يسوي ذلك الشيء، لا، أكو نظام، أكو برمجة، أكو احترام. الأب لما مثل، أنا أعرف عوائل يقول إحنا ما نتغدى إذا الأب ما يدخل للدار، يمكن الغداء عندهم يتأخر، وأكو ناس لا، الأب بروحه يتغدى والأم بروحه تتغدى والعيال بروحهم يتغدون تحت ذرائع مختلفة، والله هذا يداوم وهذا يداوم وهذا يداوم، والناس الآخرين أيضا يداومون، بس أكو أسر بها نظام. هسه أنت هذا النظام تسميه أي شيء تسميه سميه، ولكن يحكمها نظام معين، هذا النظام يعطل الأسرة ويعطل البيت قدسية خاصة. الأب، أنا أعرف رجل يقول لي أنا أروح إلى البيت مع أنه عندي زوجة وعندي بنت وعندي عيال وعندي خدامة، أروح ماكو واحد يسخن لي الأكل، مو أنه أكل يطبخ لي جديد، يقول أروح كلهم موجودين بس ماكو واحد يسخن لي الأكل. شنو الأسرة هذه؟ شنو هالتفكك هذا؟ اليوم هذا النظام الغربي أثر بينا. بعض الشباب يقول إحنا نطلع نروح للمطعم نتخذ نظام غربي، هو يقول الشام، أقول له يعني شنو؟ يقول نروح للمطعم كل واحد هو يدفع حسابه، ماكو واحد يدفع الكل، كل واحد هو يدفع، نفس النظام قاعد يدخل عندنا. هسه أنت هذا الأمر قصدته ولا ما قصدته؟ فإذا الفكر تارة أنا استقيم من الآخرين، أخذ الفكرة، أسمع الفكرة، هذه الفكرة أفكر فيها، الفكرة مو أخذها مباشرة للتطبيق، وإنما أقعد أفكر أن هذه الفكرة لها جدوائية، هل هي صحيحة؟ بعدين اليوم إحنا كمجتمع شرقي، إحنا كمجتمع عربي، إحنا هذا المجتمع إلى خصوصيته. يعني اليوم أنت لما تروح إلى الغرب والغربيين عندهم عادات معينة، ضوابط معينة، هذه ما تمشي في هذا المكان. كل بلد إلى نظامه، كل مجتمع إلى خصوصيته. لذلك تلاحظ أنه النقطة الأولى هو الفكر، هذا الفكر هو الذي يدخل بعده مرحلة ثانية تسمى بالقناعات وبالسلوك. يعني اليوم سلوك الإنسان، ما الذي يجرك إلى السلوك؟ أي حركة، أي عمل يسوي الإنسان؟ أنت تجي للحسينية، يعني الحسينية ما جيئك للحسينية أكو شيء؟ نعم، شنو ذاك الشيء؟ الفكر، الفكر هو اللي خلى الإنسان يخرج يتوجه إلى وين؟ إلى هذا المكان. فإذا هنالك فكر وهنالك سلوك، والسلوك عادة تابع إلى فكر الإنسان. فإذا أي حركة يسويها الإنسان تابع لفكرة. زين، الفكر لمن تابع؟ هذا موضع الخطر، الخطر الكبير هذا إلى اليوم إحنا كثير من عندنا مو مسيطر عليه. وشوف الآخر شلون يفكر، أنت لازم تفهم الآخر شلون يفكر علشان تعرف شنو قاعد يصير في حياتك اليومية. الأمر الثالث والأهم في حياتنا هي القناعات. اليوم أنا عندي قناعة معينة، شنو مصدر هذه القناعة؟ اليوم أنا بنتي عندها قناعة معينة، عندها فكر معين، قبل أهم من الفكر والسلوك والقناعة، لأن القناعة هي التي توجه الفكر وهي التي توجه السلوك. هذا السؤال، اليوم بنتك
واليوم ابنك واليوم هذه الأسرة، اليوم منو اللي يوجهها؟ شنو القناعة؟ القناعة من وين تكونت؟ اليوم كثير من الشباب من يكون قناعته؟ رفيجه، صديقه، صديقه بالمدرسة هو اللي يكون قناعته. اليوم الكثير من العوائل والأسر اللي يكون قناعتهم هو المسلسلات. تدري اليوم هذه المسلسلات اللي موجودة ما لها أثر إيجابي، بالعكس. اليوم تعلمنا على الوفاء، التعاون، على المحبة، التسامح، على صلة الرحم، على صدق الحديث، على التكاتف. تعلم هذه الأمور أبدا. تشوف أكثر المسلسلات فيها خيانة وبيها مشاكل وبيها هواش وماكو شيء توصل إلى نتيجة. حتى اليوم، اليوم تراكم فكرة سلبية صار عن المجتمع الخليجي عند المجتمع العربي، والسبب هي هذه المسلسلات. كل ما تشوف مسلسل كله بمشاكل وبلاوي، وهذا اللي يعطي الصورة سلبية. شنو يريدون يسوون الآخرين؟ اليوم أرد أقول اليوم قناعاتنا، اليوم أنا قناعاتي هل هي صحيحة؟ ليش أقول هذه الكلمة؟ أقول تعال راجع نفسك، يمكن اليوم كثير من القناعات اللي أنت واصل إليها مو صحيحة. ليش الإنسان ركز على فكر واحد؟ سألوا ذاك الإنسان، قالوا له الدجاجة كم رجل عندها؟ قال الدجاجة عندها رجل واحدة. قالوا له الدجاجة كم رجل؟ قال رجل واحدة. جابوا له دجاجة وخلوا له قدامه، قال له هسه كم رجل؟ قال رجل واحدة. قال له شلون؟ قال لأن الرجل كلمته واحدة ما تتغير. أكو بعض الرجال يتصور إذا كلمته صارت كلمة وما تغيرت هذا يضفي على رجولته. لا، ما يضفي على رجولة الإنسان، بالعكس. اليوم يمكن بنتي تغير في بعض أفكاري، ابن اليوم يمكن يغير في بعض أفكاري، المجتمع، الأسرة اللي يعيش بيها الآخرين قد تكون أفكاري غير صحيحة. قناعاتي، نروح على القناعات، القناعات اللي أنا أمتلكها وأنا أعيشها قد تكون غير صحيحة. ليش أقول هذا الشيء؟ شوف اليوم مثلا أضرب لك مثال، شوف هوليود السينما الأمريكية لما تشتغل شلون تعمل، وإحنا كلتنا نقعد ونشوف هذه الأفلام، أفلام الأمريكية، شبابنا ومراهقينا وعيالنا كلهم يقعدون ويشوفون الأحداث. الله شنو الأحداث هذه، شنو الفيلم هذا قوي. من فكر ذاك شلون قاعد يفكر؟ ذاك قاعد يشتغل شغل جدا قوي. تتصور يصرف 100 مليون دولار عشان سواد عيونك أنت؟ تتصور هذا يصرف هالملايين لأجل أي شيء؟ عشان يغيرك، علشان يأثر في شنو؟ في قناعاتك، قناعاتك يغيرها. إذا ما قدر عليك أنت كأب يحاول عيالك يأثر في قناعاتهم، في أفكارهم. أكو كاتب كويتي عنده كتاب اسمه غسيل الدماغ، موجود بالأسواق، كتاب جيد، وحري هذا الكتاب بالمطالعة. شوف الآخرين شلون يعملون غسيل دماغ، هذه المقارنة كلها أبدأ بها، وبعدين أروح إلى رسول الله وأهل البيت شلون كانوا يشتغلون على القناعات وشلون كانوا يربونه. بس خل أقول لك الفكر العصري، اليوم هذا الواقع موجود، هذا الواقع اليوم موجود. لذلك تشوف كثير من الأسر والعوائل ما عنده سيطرة على عياله ولا يقدر يوجه أصلاً، يشوف أصلاً هذا الولد في عالم آخر، البنت في عالم آخر، ما يقدر يفتح لغة حوار بينه وبينها. تعرف ليش؟ لأن قناعات هالعيال أنت ما سويتهم أنت كأب، أنت بروحك في عالم وهم في عالم آخر. نعم، قبل ما كانت فضائيات، ما كان إنترنت، ما كانت هذه الأجهزة الذكية. نعم، الولد وين يروح؟ عند البيت هو، حتى إذا يلعب يلعب بالشارع ويرجع للبيت. الآن بعد ماكو هذا الشيء، وضع كله تغير، صار الناس تفكر بطريقة ثانية. شوف هذا صاحب الكتاب، ركزوا شوية، صاحب الكتاب ينقل قضية مهمة جدا. يقول لك في غسيل الدماغ شلون يعملون يغسلون دماغ الآخر، شلون يغيرون الآخرين، شلون، شي يسوون. يقول صارت الحرب بين كوريا الشمالية وبين أمريكا. يقول الكوريين أسروا مجموعة من الأمريكان. زين، أمريكا تحمل فكر رأسمالي، كوريا تحمل فكر اشتراكي، هذا فكر يناقض هذا الفكر. يقول اجوا الكوريين بدأوا بعملية غسيل دماغ للجنود الأمريكان الأسارة اللي عندهم. شو سووا لهم؟ يقول ودوهم في سرداب، وقفوهم بالسرداب، بدأوا يخلون ماي في هذا السرداب، بدأ الماء يصعد يصعد الماء يصعد يصعد، وصل إلى صدره.
هذا بعد شوف قاعد يشوف الماي قاعد يصعد، صعد الماي صعد وصعد، وين وصل؟ إلى رقبته، إلى رقبته وصل، إلى فمه. الآن يموت بعد، يعني هذا كل ما يصعد الماي ما عنده طريق ولا عنده طريق للهروب، ماذا يعمل؟ شو يسوي؟ ما عنده أي مفر، ما عنده أي نتيجة أخرى. هذا الماي وصل إلى فمه وقاعد يصعد يصعد، هذا كل ما يصعد الماي يحاول يرفع رأسه، يعني بعد وصل إلى مرحلة تيقن أنه سيموت. هذا الماي يوصل إلى أنفه وماكو إمكانية للتنفس ولا إمكانية للخروج، سيموت. وصل إلى مرحلة أيقن، شوف شوف الدقة بالعمل، أيقن هذا الجندي أنه سيموت في تلك اللحظة اللي فقد الأمل بالحياة، فقد كل شيء، أيس من كل شيء بالحياة في تلك اللحظة. وإذا به طلعوا من هذا المكان، طلعوا أعطوا دروس في الاشتراكية. هذا لما الإنسان يوصل لمرحلة فقدان الأمل، بعد ما عنده أمل بالحياة، ينتهي كل شيء أمامه، شو يصير عند الإنسان؟ هذا مثل فورمات يعمل له، مثل يعمل له هذا الديليت لكل الهارد ديسك اللي موجود عنده، كله يمسحه. هذا يبدأ من جديد. ودوهم إلى الصحراء مرحلة ثانية، ودوهم إلى الصحراء، موتوهم جوع إلى حالة الموت، يعني لا ماي لا أكل، أيقنوا أنه راح يموتون. بقوا بهذه الحالة إلى حالة أنهم أيقنوا بالموت، في لحظة الصفر جاءوا لهم بالماء والشراب، أعطوهم من فكرهم. ما طول عليك، هذول خلال هالفترة قاموا بمجموعة من هذه المحاولات. لما أطلقوا سراح هؤلاء الجنود رجعوا إلى أمريكا، وإذا بهم يحملون كلهم فكرا اشتراكيا ضد مبدئهم. شلون هذا العمل يسوي؟ هذا واحد. الأمر الآخر، بس شوي ركز، الأمر الآخر، شوف علماء البرمجة اللغوية NLP يقولون عندنا ثلاثة أمور. عندنا العقل اللاواعي، وعندنا العقل الواعي، وعندنا العقل الباطن. ثلاث أمور هذه. العقل اللاواعي شنو؟ العقل اللاواعي واحد يقعد يشوف مسلسل مدبلج 100 حلقة، هو شو يقول؟ يقول ما فيها شيء، عادي، ما في شيء، يعني لا تتصور. هذا هو، هذاك في 100 حلقة قاعد يبرمجك من دون ما تعلم أنت، يعني بعدين تحمل أفكار أنت ما تدري عنها، ما عندك اطلاع عنها. هذه اسمها برمجة. نفس الأفلام الأمريكية، نفس أفلام الهوليود، اللي هذا فيلم السيد المسيح، آلام المسيح، صرفوا عليه 200 مليون دولار، فيلم واحد 200 مليون دولار، بس ودوه بالسينمات حصلوا من عنده 600 مليون دولار. يشتغلون هسه بالنتيجة، هو على باطل اللي يعمل، انت على الحق ولكن ما عندك شيء، ما عندك اليوم أدوات. يعني اليوم أسأل سؤال، اليوم عيالنا وين تعلموا الدين؟ العقيدة وين تعلموها؟ الأحكام الشرعية وين تعلموها؟ من وين يتعلمون؟ مو لازم يتعلمون بهذه المجالس؟ ولا أكو مصدر آخر؟ بس خلي أفهم أنا، أكو مصدر آخر لنشر علوم أهل البيت، أفكار أهل البيت، وين يتعلمون؟ لذلك لما يدخل في مواقع التواصل يسألون سؤال، أنتوا الشيعة ليش تسجلون على التربة؟ ما يعرف يجاوب. أنتوا ليش ما تتكتفون؟ ما يعرف يجاوب. ليش تتمصل صلاة تراويح؟ ما يعرف يجاوب. ليش ما تجمعون بين الصلوات؟ ما يعرف. أبسط الأسئلة ما يعرفها. بس زين إذا يعرف يتوضأ. في مرة أنا ذكرت رايح إلى حج بيت الله الحرام، قاعد أبين، كان أيام الحج، أبين أحكام الوضوء وبعد ذلك الصلاة. لما تكلمت عن الصلاة بعد ما خلصت، جاءت امرأة كبيرة قالت يما أنت شنو قلت بالصلاة؟ أول شيء تكبيرة، شنو هالتكبيرة؟ قلت لها تكبيرة الإحرام. قالت يعني شنو تكبيرة الإحرام؟ قلت لها شلون تصلي؟ قالت أنا أسوي أذان وإقامة وأدخل بالصلاة. قلت لها ما تقول الله أكبر؟ قال لا بعد، أنا بالأذان قايل الله أكبر، ما أقول الله أكبر. قلت لها كم عمرك؟ قالت 61 سنة. تبين 51 سنة من صلاتها باطلة، أنه سوي أذان وإقامة مسكينة، تكبيرة الإحرام بالصلاة ما تسويها. يعني هذا يحتاج. الآن أكو واحد ما يعرف السؤال هذا؟ أكو واحد ما يعرفه؟ الآن روح أنت في وسط الشباب، جمع لك 30 شاب، قولهم توضوا قدامي، شوف كم واحد يخربط بالوضوء.
يعني أبسط الأمور اليوم ما عندنا إحنا. فإذا الآن الآخر اليوم مواقع التواصل هو يسيطر عليها، زين؟ هذا الفكر الغربي. اليوم الأفلام، أفلام الأكشن بيده، كل الأدوات، حتى اليوم البلاي ستيشن، حتى البلاي ستيشن هذا مو هو يتحكم بيه. شنو عندك أنت؟ فأنت شئت أم أبيت هذا النظام اللاواعي، هذا العقل اللاواعي يبرمجك، يكون لك قناعة، عيالك أولادك يكون لهم قناعة وأنت لا تعلم. هذا أولا النظام اللاواعي. الشيء الثاني عندنا النظام الواعي اللي يسموه العقل الواعي، هذا الاستقبال فيس تو فيس، تسمع من عندي وأسمع من عندك، هذا المباشر. هذا النظام الآخر اللي عموم الناس ما يتقبلون بصورة واضحة. الأمر الآخر العقل الباطن. العقل الباطن هذا الخطر. اليوم جاي من النوم، شوف نفسيتك تعبانة، تطلع تقول أنا نفسيتي تعبانة اليوم، اليوم في ضيجة، مو تقول ضيجة، حتى إذا فيك ضيجة راح تصير دبل عليك. ليش؟ العقل الباطن، شوف العلماء شو يقولون، العقل الباطن يأخذ من عندك ويطي إيحاء إلى الجسد. إذا كان إيحاءك إيجابي يتحول إلى إنسان إيجابي. إذا قلت أنا في ضيجة فعلا راح يصير فيك ضيجة. إذا ما كان، إذا نفسيتك تعبانة تقول أنا اليوم نفسيتي تعبانة، فعلا راح تصير نفسيتك تعبانة إذا ما كانت تعبانة. ولكن إذا كنت أنت تعبان واحد سألك شلون، أقول الحمد لله بخير وعافية، هذا الحمد لله يعطيك حاجة إيجابي. واحد يسألك شلونك وأنت فعلا مو زين وضعك، تقول الحمد لله زين، هالكلمة هذه تعطي حاجة إيجابي. زين، هذه العوامل الثلاث اللي اليوم العالم كله يستعملها ويرشدها ويكون هالأفكار وهالعقائد، احنا وين من عندها؟ تصور اليوم لما أقول لك أنه أكو شباب عندنا توجهوا للإلحاد، ليش؟ فراغ. اليوم هذا القلاص إذا كان فاضي تعبيه ماي، تعبي فيه ماي، تعبي فيه شربة، تعبي فيه شربة، تعبي فيه شي غلط، تعبي فيه شي غلط، شو تعبي؟ اليوم شبابنا فاضيين. أنت شايف هذا دجال البصرة أحمد بن قاطع اللي يسمي نفسه اليماني، شايف أنت هذا؟ أنا في إحدى الحسينيات الكبيرة قبل سنة في محرم أقرأ ويوزعون مناشير، ظرف كبير يدعون لهذا الإنسان المفتري المنحرف، وأتباع طلعوا إلى هني موجودين. هذا من وين؟ هذا من وين؟ لأن هنالك فراغ، لأن ما هذا الفراغ الطرف هذا ما قاعد يسمع، عقيدته ما يعرفها، ثقافته ما يعرفها. ولكن تعال انظر، انظر إلى العقل الواعي واللاواعي والعقل الباطن. تعال شوف رسول الله هذا الهاردسك للإنسان شلون يعبيه، شلون يترسه، شلون يجعل إلى معلومات، شلون يجعل إلى فكر. شوف رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك مستحب أن الإنسان لما يولد يؤذن في أذنه اليمنى. ليش؟ شنو هو يسمع؟ طفل يسمع الأذن اليسرى الإقامة فيها. ليش؟ شنو السبب هذا؟ شنو السبب لإذان والإقامة؟ علشان أقول لك أن الطفل ولو كان صغيراً، ولو كان صغيراً، وذكر رواية أن جاءت أميمة طفلا للرسول الله وتبول على ثياب رسول الله فجذبته. رسول الله يقول هذه الجذبة ولدت عليه غشاوة على قلبه. قالت يا رسول الله تبول على ثياب، قال إراقة تزيلها الماء. شنو صاير الآن بالبيت عندك أنت حاجة ثمينة، راح الطفل كسرها، تكمش الطفل وطقه، ضرب للطفل. الآن رجعت أنت هذه الحاجة، بس الطفل راح تضربه ضربة السوبي عقدة نفسية. تدري متى؟ باكر الطفل لما يكبر ويصير شاب ويتزوج ويفشل في حياته الزوجية، الفشل أنت الأب مسؤول عنه. طبعا ما حد ما يذب اللوم على الأب، يذب اللوم على الشاب هذا. بس هذا الشاب تقول كل ما أقول له ما قاعد يستوعب. ليش ما قاعد يستوعب؟ هذا بأيام الطفولة ما متربي تربية زينة. اليوم حتى البنت، الآباء عموم الآباء اليوم يدز بنته إلى بيت الزوج، الأم قاعدة وياها، يمه تعاملي مع زوجك بهذه الطريقة، يمه هيك تعاملين، هيك تسوي، هيك تسوي، أبدا ماكو هالتوجيه، ماكو هالتربية هذه. لذلك تشوف اليوم هالمشاكل وهالفشل في الحياة الزوجية منو سببه؟ احنا كلنا مسؤولون عن ذلك. هذا هو السبب، هذا هو الواقع. لذلك تنظر شوف اليوم الغربيين شلون، شوف برامجهم، شوف ثقافتهم، وبعد ذلك شوف مجتمعنا وين.
مجتمعنا احنا يحضر في الحسينيات ليلة فيها مناسبة بس، يعني مثلا نشوف هذه مناسبات مهمة بس الليلة اللي فيها مناسبة تشوف ذاك الحضور من الشباب، والبقية الأيام شوف الليل كله يروح يلعب كرة، ما يخالف يا أخي العب كرة، أحضر مجلس وروح العب كرة، ما قلنا لا تلعب كرة، ولكن هذا فكر أهل البيت، هذه ثقافتك، هذه عقيدتك، العقيدة من وين تأخذها؟ هذا أسلوب آخر. تعال انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله إجى لمجتمع كرش ما يفهم، لما نقول جاهل يعني فعل المجتمع جاهل، ولكن الرسول شلون عالج هذا المجتمع؟ شوف مثال، يعني تارة الصورة جاء وقف الرسول من أول يوم دعا الناس إلى الله أبدا. الرواية تقول رسول الله يقول كنت أصلي في الكعبة أنا وعلي وخديجة، 7 سنوات، 7 سنوات رسول، ترى مو يوم يومين ولا شهر، 7 سنوات رسول الله يصلي معه علي بن أبي طالب والسيدة خديجة بس، ماكو غيره كان يصلي. شوف الآن شوية تأملوا، شوف شلون رسول الله قدر يأثر، رسول الله شلون قدر يأثر. رسول الله يدعو إلى الله، مصعب بن عمير سامع اسمه ومعروف مصعب، مصعب من أول يوم أسلم برسول الله، لا هذا الشاب بالشهر مرة شهرين مرة يأتي إلى مكة يشتري بضائع من مكة ويأخذ إلى أهله وعشيرته، أبوه متوفي وعمه موجود، وعمه قال له ابني لما أنت تكبر هذه بنتي زوجتك وأنت راح تكون خليفتي ومن بعدي أنت رئيس القبيلة. مصعب كان يأتي شهرين مرة بالشهر مرة يجي إلى مكة، في مرة من مجيء إلى مكة وإذا به يستمع إلى صوت رسول الله، شوف الأمر، يستمع إلى صوت الرسول صلى الله عليه وآله وهو يقرأ القرآن، استمع مرة اتغير 100%؟ لا، راح صار، هذا كان يجي بالشهر شهرين مرة، صار بالشهر مرة يجي، صار بالشهر مرتين يجي، صار بالشهر 3 مرات يجي، صار بالشهر شوف شوف شوف, شوف التأثير 4 مرات، يعني هذا كل مرة يجي رسول الله يلتفت إليه يستمع إلى القرآن، يستمع إلى صوت رسول الله. شوف هذا التأثير التدريجي شوي شوي، لا تتوقع اليوم أنت واحد مثل ابنك بنتك في لحظة واحدة تقدر تغير حياتها، تدريجي. احنا مشكلتنا العرب شنو؟ ما نصبر، ما نصبر، ما نتحمل، الآن هذا تصير هذا تصير، كلمتي يعني كلمتي، هذا يريد يقبل يقبل، ما يقبل يضر راسه بالطوف. هذا وين صاير؟ رسول الله يسمع مرة مرتين، يعني صار خلال 5 أشهر 6 أشهر إلى أن آمن مصعب برسول الله. شوف قناعاته لما نغيرها رسول الله، مو أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة، مجموعة من المرات، وإذا قناعات رسول الله قدر يغير قناعات مصعب الشاب المدلل المرفه، أبو رئيس العشيرة، عم رئيس العشيرة، الخليفة المستقبلي، كل هالمواصفات، وإذا به آمن برسول الله صلى الله عليه وآله. أمه أخبرت عمه أنه شفت هذا يصلي، أجى عمه أجبره قال له تترك دين محمد؟ قال ما أترك، قال له أخذ بنتي من عندك هذه خطيبتك، أخذها، الخلافة ترى مو لك من بعد، أخذ الأموال كل شيء أصيبوه من عندك، قال أسلب مني كل شيء. شنو صار؟ اسمعوا زين، شنو اللي صار بعد هذا؟ مو معجزة، هذا مو معجزة، رسول الله ما توصل في كل وسائله بالمعجزة، رسول الله شوف تأثيره، رسول الله صلى الله عليه وآله يعمل 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 يعمل، طول باله إلى أن كون مصعب، مصعب في مرة من المرات حتى ملابسه أخذوها من عنده، ربط نفسه بالحصير جابوا له ملابس من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن وصل إلى مرحلة أول من أرسل الرسول إلى المدينة هو مصعب، بحيث أن رسول الله وصل إلى المدينة أكثر بيوت المدينة من المسلمين فيها. من وين؟ هذا الشاب. بس شلون شاب شلون صار هذا؟ طولة بال، طولة بال قدر يأثر الرسول. رسول الله كان يستعمل هذا أسلوب تغيير القناعات، ترى مو بس كلام، رسول الله كان يسوي مسرحية، يعني شنو؟ مسرحية، شايف هذه المسرحيات؟ مسرحية. شلون كان يسوي المسرحية؟ يودي أصحابه إلى الصحراء، صحراء قرعاء، قرعاء شنو قرعاء يعني؟ يعني لا بها حيوانات ولا بها شجر، زين إذا ما بها شجر
بيها خشب؟ ماكو خشب. من وين خشب؟ الخشب من وين يجي؟ من الشجر. ماكو شجر. يقول الأصحاب، يريد يوصل رسالة لهم، أصحابي ابحثوا عن الخشب. قالوا يا رسول الله هذه أرض قرعاء، يعني كل شيء ما بيها، لا نبات بيها ولا أي شيء، من وين؟ قال ابحثوا. شوف شوف المسرحية الحلوة، شوف شلون يوصل الفكرة لهم. كان رسول الله راحوا دوروا أصحابه، كل واحد جاب شوية من الخشب، قال خلي في هذا المكان. تدري 30 40 50 واحد، كل واحد بخشبات يصير تلة. رسول الله بعد كل ذلك شن قال لهم؟ قال هكذا تجتمع الذنوب. شوف الذنوب، قلتوا ماكو الذنوب في حياة الإنسان، شلون تصير؟ شوية منا معصية، معصية منا، معصية منا، معصية منا، تجتمع المعاصي، هكذا تتحول وتتكون المعاصي. رسول الله إذا راد يقول هالكلمة ككلمة ما كان يأثر، سواها المسرحية. شاف جنازة، رسول الله قال أي جنازة؟ قال يا رسول الله واحد من المسلمين مات. ذهب رسول الله، من يعرف صاحب الجنازة؟ راح عند الجنازة، بكى 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 بكى، ثم تبللت لحية رسول الله، التفت قال لمثل هذا فليعمل العاملون. هذه فد مسرحية ثانية من رسول الله، صورة واضحة من رسول الله، يريد يوضح صورة إلى الناس، إلى المجتمع، يا ناس يا عالم، هذه الصورة الصحيحة. هذا يعني رسول الله كان يستعمل كل هذه الوسائل. ليش الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يريد يقول له إلى الأصبغ بالنبات، يقول له يا أصبغ لا ينقص عليك، لا يخدعوك، لا تشوف ظواهر الناس. ترى هذول الناس اللي كانوا عند الإمام علي عليه السلام لحاية طويلة، كانت أثار السجود، سادة القراء. أمير المؤمنين في ليلة يمشي مع الأصبغ بالنبات في الكوفة، وإذا به يسمع صوت، أمن وقانت آناء الليل. الله، شنو الصوت هذا؟ منو أصبغ يسمع صوت منتصف الليل يقرأ القرآن؟ انعجب، استانس على الصوت، شحنات قارئ الصوت، شنو هذه الآيات؟ وإذا شوف العبارة، وإذا بأمير المؤمنين عرف بعد علي بن أبي طالب بعد يقرأ، مثل ذاك الصحابي يجي عند الإمام الباقر يدق الباب، تجي الجارية تطلع تفتح الباب، يخلي إيده على صدر الجارية يقول له الإمام موجود، الإمام يقول له يا فلان ادخل، يدخل عند الإمام. كيف تصنع ذلك؟ قال يا ابن رسول الله أرد أشوفك، تشوفني ولا ما تشوفني؟ يعني بيني وبينك الجدار. قال إذا أنا لا أرى من وراء الجدار فما الفرق بيني وبينكم؟ شنو الفرق بيني وبينكم؟ الإمام يقرأ فكرك، يعني أنت الآن شو تفكر؟ الإمام عجل الله تعالى فرجه يدري أنت الآن شنو تفكر، بأي شيء تفكر. على كل حال هذا شنو كان يقرأ؟ القرآن. القرآن شنو؟ كلام الله. شنو قال الإمام؟ قال يا أصبغ لا تعجبك طنطنة الرجل. يعني هذا الرجال قاعد يقرأ قرآن، أمير المؤمنين يقول هذا مو قرآن، مو كل إنسان يقرأ قرآن صار يقرأ قرآن، مو كل إنسان ادعى الدين هذا متدين، مو كل إنسان يرتل القرآن هذا يرتله. علي بن أبي طالب قال طنطنة، يعني قراءته للقرآن ليست قرآنا وإنما الطنطنة. قال لا تعجبك طنطنة الرجل، لا ينقص عليك، سر ذكي. أصبغ من نباته يقول أنا تعجبت، أمير المؤمنين هذا الرجل يقرأ القرآن يجود شحلات صوته يسمي طنطنة، يقول استغربت. يقول بعد ذلك مرت الأيام، صار حرب النهروان مع الخوارج. بعد المعركة الإمام أمير المؤمنين قال له يا أصبغ تعال، مسكه جابه خلى سيفه على رجل، قال يا أصبغ أمن هو قانت آناء الليل. هذا اللي مقتول كان من الخوارج هو اللي كان يقرأ القرآن، القرآن قرآن علي، القرآن علي مع القرآن والقرآن مع علي. شلون الإمام كان يعمل؟ ملتفتين شلون كان يعمل الإمام؟ ركزوا معاي، الإمام أمير المؤمنين كان قناعات أصحابه يغيرها. مالك يعطي شيء، كميل يعطي شيء، قنبر يعطي شيء، خادمة
كل الآخرين. أمير المؤمنين كان قناعات أصحابه يشتغل عليه غير فيها. رسول الله كان يعمل ويسعى ويعمل ويعمل ويغير قناعات. أو فعلا رسول الله نجح. كيف نجح رسول الله؟ شلون هذا الدين وصل إلى الآن؟ بتغيير القناعات. لذلك اليوم انظر إلى إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل شنو سوى؟ الله سبحانه وتعالى أعطى ولد وهو إسماعيل. هذا إسماعيل الذي هو ابنه نبي الله إبراهيم بعد أكثر من 80 سنة الله أعطاه ولد إسماعيل صار عمره 13 سنة. ثم جاء الأمر الإلهي أن يا إبراهيم اذبح ولدك. زين الآن إبراهيم هو نبي منتهين إسماعيل. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ولد عمره 13 سنة، هسه هو نبي منتهين، ولكن ولد عمره 13 سنة، أبوه يقول له الله أمرني أن أذبحك فانظر ماذا ترى، شو تقول ابني؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر. أنت أبوي، ماكو أبو يذبح ابنه، ولكن أنت مأمور من قبل. شوف شلون غيرت قناعات ابن إسماعيل، شلون تغيرت، شلون صنع ابنه، صرف وقت عليه. اليوم بالله عليكم، اليوم آبائنا أمهاتنا، أنت الأب كم ساعة باليوم تصرف على ولدك؟ نصف ساعة تقعد معه، 10 دقائق تقعد مع ابنك تسمع تشوف ابنك شنو يفكر، شنو عنده رأي، قعد طمر اسكت أنت ما تفهم أنت كله طاق طاق. شو يطلع هذا؟ يطلع أينشتاين، يطلع أديسون. ما تشوف عيالنا كل واحد شنو يطلع من هذا الفكر، من هذا التوجيه، من التوجيه الخاطئ اللي عندنا. ولكن عمره 13 سنة، تقول هذا ابن نبي. نوح مات عنده ابن، وين أنه ليس من أهلك، ذاك هم ولد نوح. ولكن هذه تربية، مربي تربية اللي عمره 13 سنة يقول له أرد أذبحك، يقول له اذبحني ويسلم نفسه إلى أبوه. هذا شنو هذا؟ هذه قناعة، هذه تربية. لذلك أهل البيت سلام الله عليهم، لما تنظر إلى أهل البيت وتنظر إلى عيالهم إلى أولادهم، فعلا تنظر هذه الروح الإيمانية موجودة عندهم. الإمام الحسين عليه السلام يتوجه إلى القاسم، القاسم عمره أيضا الرواية تقول لم يبلغ العلم، لم يبلغ الحلم، يعني 14 عمره. التفت إليه الإمام الحسين لما صار يتحدث الإمام عن كربلاء وعما يقتل في كربلاء، قال عم يا حسين أنا ممن يقتل؟ قال له الإمام الحسين ولدي قاسم كيف الموت عندك؟ شوف الإمام، شوف الإمام شلون يحكي معاه. أول مرة ما قال له أنت تقتل، قال له كيف الموت عندك، يريد يشوف قناعاته شلون. قال يا عم فيك أحلى من العسل. شوف التربية هذه، التربية هذه، أن الإمام يقول له كيف الموت عندك، يقول يا عم فيك أحلى من العسل. لذلك واحد من أهل بيت رسول الله هو هذا القاسم، هو علي الأكبر أول من جاء إلى الإمام الحسين وطلب الإذن هو علي الأكبر. لذلك الإمام الحسين في الرواية لما أذن لولده علي الأكبر طأطأ برأسه الشريف حتى لا ينظر إليه العدو فيشمت بالحسين عليه السلام. بنو هاشم واحد تلو الآخر، الإمام الحسين قدمهم. ولكن لما تقرأ إلى الأبيات إلى الأراجيز لأولاد الإمام الحسين لإخوانه لأهل بيت رسول الله، تشوف فعلا أن أهل البيت لما كانوا يتوجهون إلى الموت، يتوجهون إلى الإنسان الذي كان يضحي. شوف العباس سلام الله عليه، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. شوف العطاء، شوف الكلمات، وعن إمام صادق اليقين. ماكو كلمة الأخوة، ماكو كلمة القبيلة والعشيرة، أبدا إمام
ودين وهذه التضحية. لذلك فعلا أنه أهل البيت سلام الله عليهم واحد تلو الآخر ضحوا بأنفسهم من أجل الله. الإمام الحسين قدم خيرة أصحابه، إني لا أجد أصحابا خيرا ولا أوفى من أصحابي، وبعد وأهل بيته واحدا تلو الآخر قدمه الإمام الحسين حتى بقي طفلا رضيعا. هذا الطفل الرضيع أيضا جاء به الإمام الحسين لكي يقدمه قربانا. لما اجى الإمام الحسين يودع نساءه وأهل بيته وإذا بالسيدة زينب قالت: أخي يا حسين، انظر إلى عبد الله الرضيع، لقد تلظى كبده من العطش، لقد جف اللبن في ثدي أمه، انظر إلى لسانه كيف يلوك من العطش. لذلك أخذه الإمام الحسين عليه السلام، حمل هذا الولد الطفل الرضيع، حمله إلى القوم، وقف أمامهم قال: يا قوم، لقد قتلتم أهل بيتي وأصحابي ولم يبق لي إلا هذا الطفل الرضيع، لقد جف اللبن في صدر أمه، اسقوا شربة من الماء. لما سمعوا الجيش انقسم إلى قسمين، بعض قالوا: اسقوا هذا الطفل، شنو ذنب الصغار عن الكبار، وبعض آخر قالوا: لا والله لا تسقوا حتى الأطفال. صار الخلاف بين جيش عمر بن سعد، وإذا بعمر بن سعد التفت إلى اللعين حرملة قال: يا حرملة اقطع نزاع القوم. وإذا بحرملة يضع سهما في قوسه يوجه إلى الطفل الرضيع فذبحه من الوريد إلى الوريد ومن الأذن إلى الأذن. أرباب المقاتل يقولون لما الطفل شعر بحرارة الدم تصور جايبي لماي، لذلك أخرج يديه من القماط. الحسين ملأ دم يده بدم طفله الرضيع. يقول الإمام الباقر: ألقى بهذا الدم إلى السماء لم ترجع قطرة واحدة. أخذ الطفل وضعه تحت رداءه، وضعه تحت ردائه، جاء به إلى الخيمة. أول ما استقبلت السيدة سكينة قالت: أبا يا حسين، هل سقيت أخي الرضيع ماء وجئت لنا بالباقي؟ الحسين ماذا يجيب سكينة؟ قال: بني سكينة، خذي أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد، ولي أبوي الطفل الماء أخذته. الطفل باب الحوائج إلى الله. يا بوي الطفل الماء أخذته، بسهم العدى مذبوح جبته، ويلي خويا شنو الذنب خويا لعملته، والماي حاضر ما شربته، والماي حاضر ما أمه الرباب. الله يعين الأم لما تفقد ولدها. الرباب راحت عدها زينب، قالت: تعالي يا رباب، جاءوا بطفلك الرضيع مذبوحا. اتقل يما 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 يا يما يا يما نوح عليك يما يما، من ينوح وياي
والوياي بلواهن مثل بلواي يمّا أنا أمك يا عبد الله انطفت عيني يا ريت سهم الماذيك ماذيني ليلة الحادي عشر السيدة زينب جمعت النساء والأطفال افتقدت الرباب تدور على الرباب ما موجودة رباب رباب تناديها ما تلقاها قالت أذهب إلى أبي عبد الله لعلها ذهبت إلى جسد الحسين مولاتي السيدة زينب في ذلك الليل تتعثر بأذيالها توجهت إلى عند جسد أبي عبد الله تنادي رباب رباب بينما هي تذهب عند جسد الحسين سمعت صوتا وحدة قاعدة إن أم مفقودة وفاقدة ولدها مفجوعة الأم هذه سمعت صوت الرباب تنادي ولدي عبد الله ولدي لقد درت ثديها من اللبن وينك ولدي وينك تقل لي يما يا عبد الله على فرقاك على فرقاك انا الصبر فينا ودر انفداي يا دين قل الحرم الارماك نيشن عليك بسهم وارماك يا نيشن عليك بسهم يا فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي يا الله يا حبيبا من لا حبيب له يا طبيبا من لا طبيب له يا راحما من لا راحم له يا مغيثا من لا مغيث له جميعا يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اقض حوائج المحتاجين اشف مرضانا اجعل عواقب أمورنا خيرا يا الله اللهم المرضى المصابين الجرحى من حضر في مجلسنا اللهم من عليهم بالشفاء والصحة والعافية يا الله اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم يا أرحم الراحمين اجعل هذا البلد آمنا احفظه من شر الأشرار وكيد الأعداء شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا من عليهم بالأمن والأمان يا الله من يكيد بهم رد كيده في نحره يا الله اللهم من ليست لهم ذرية ارزقهم الذرية الصالحة يا الله تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين بأحسن قبولك اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أمواتكم وإلى شهداء جامع الإمام الصادق رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.